أيها الإخوة الكرام، أقبل بايدن إلى المنطقة ببوارجه وأساطيله محذراً ومتوحداً قائلاً: أيها الحكام، أليس لي قيادة العالم وأنتم تحكمون من تحتي؟ قالوا: نعم، ما علمنا لنا من حاكم غيرك. قال: إذن اخرسوا ولا تتكلموا، إن كنتم على كراسيكم لحرصون. قالوا: سمعا وطاعة يا مولانا، فرضاك عنا هو أكبر أمانينا. فأشار بايدن بيده تجاه غزة وقال كما قال فرعون: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا على استئصالهم لعازمون. فقال الحكام: هم كذلك يا مولانا، اعمل ما تراه، فنحن لهم مبغضون ولأعمالهم كارهون، ورب موسى وهارون إنا لصادقون. فقال نتنياهو كما قال سحرة فرعون: بعزة بايدن، إنا لنحن الغالبون، ولسبعة أكتوبر لثائرون. فصح حكام المنطقة: يا أهل غزة اللطيمة اللطيمة، إنا لكم لناصحون، فلا طاقة لكم اليوم ببايدن وجنوده، وإنكم لمدركون، وإنهم لكم لقاصفون، وعلى إبادتكم مجتمعون. فأخرجوا المقاومة من بينكم، إنهم أناس يتحررون وللأقصى مطالبون. فقالت غزة: وما أدراك ما غزة؟ قالت بلسان اليقين ومنطق الحق المبين: كلا أيها المرجفون، إن معي ربي سيهدين، وإنا بعون الله لمنتصرون، ولكنكم قوم تجهلون، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالله أقوى من هدير سلاحهم، أنعم برب العالمين وكيلا، وسيعلم الباغي مغبة مكره، ولسوف يعلم من أضل سبيلا. شكرا غزة.